لفرق المعارضة لطرح السؤال الثاني. أعطي الكلمة للسيد نائب المحترم سيد شفيق رشدي، يتفضل مشكورا. شكرا سيد الرئيس. فبسم الله الرحمن الرحيم، فجأة أعلنت الحكومة خلال الأسبوع الماضي عن أرقام صادمة تتعلق بالوضعية الاقتصادية والمالية المسجلة خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية 2012، ورغم أن الحكومة حاولت استدراك الأمر بالتخفيف من واقع هذه الأرقام المقلقة معتبرة إياها مجرد مؤشرات عن وجود صعوبات اقتصادية ظرفية ليس إلا، لكن فرق المعارضة تعتبر أن هذه الأرقام الصادمة تكشف بالفعل عن وجود اختلالات ماكرو اقتصادية حقيقية، لعل أبرز تجلياتها الانخفاض السريع والمضطرد في احتياطات بلادنا من العملات الصعبة وغيرها من المؤشرات التي لا تقل أهمية. نذكركم السيد رئيس الحكومة المحترم أن فرق المعارضة سبق لها أن نبهت الحكومة خلال مناقشة قانون المالية 2012 إلى مخاطر تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وبالأخص في منطقة اليورو الشركة الاقتصادية الأولى لبلادنا، ونبهت أيضا قبل حوالي 5 أشهر من الآن بهشاشة فرضيات قانون المالية 2012، وأبدت كذلك ملاحظات في شأن غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة أو غياب أجندة مدروسة ومضبوطة للإنجاز والتنفيذ، وكذا ضعف آلية التتبع واليقظة والتقويم لا سيما في المجال الاقتصادي. وفرق المعارضة بتنبيهاتها وملاحظاتها هذه لم تكن أبدا تزايد على الحكومة، فالمسألة أكبر من أي مزايدة، لأنها تهم ازدهار بلد واستقرار بلد هو المغرب، والمغرب مغربنا جميعا. وجاء خطاب العرش الأخير بمضامين التوجيه للحكومة على المستوى الاستراتيجي وأيضا على مستوى تحديد الأسبقيات وبرنامج العمل ليشكل نبراسا للحكومة في المجال الاقتصادي، لعلها تسارع بمراجعة منهجة عملها وتبلور سياسة اقتصادية ذكية وناجعة من شأنها معالجة الاختلالات وتجاوز المعيقات والتغلب عن الصعوبات. والآن بعد اطلاع فرق المعارضة على هذه الأرقام المقلقة يحق لها أن تتوجه إليكم سيد رئيس الحكومة بالتساؤلات التالية: أولاً، كيف تفسرون هذا التدهور المضطرد في الأوضاع الماكروإقتصادية في أقل من 3 أشهر على المصادقة على الميزانية؟ ثانياً، ما هي الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة تداعيات الأزمة وانعكاساتها بوجه خاص على الأوضاع الاجتماعية والمقاولة المغربية، سعياً إلى تمنيع بلادنا وتجنيدها الارتهال للمؤسسات المالية الدولية؟ ثالثاً، كيف السبيل لتعزيز الثقة لدى شركائنا الاقتصاديين الوطنيين والأجانب؟ رابعاً، كيف استوعبت الحكومة مضامين وإشارات خطاب العرش الأخير، وما هي سياستها لبلورة توجهاته؟ خامساً وأخيراً، لماذا لا تعير الحكومة أي اهتمام للتنبيهات والتحذيرات الواضحة التي أكدت عليها فرق المعارضة خلال مناقشتها لمشروع قانون المالية سنة 2012؟ وشكراً سيد رئيس. شكراً سيد المحترم.